هيتفرجوا على الماتش بتاع يوم الاربعاء، الأربعة بوتافيجو وباتشوكا. وباتشوكا، ويوم السبت الماتش الفريق هيتمرن زي ما انت قلت قبل كده في ملعب الارسال. ويمكن النهارده كان، ودي من الحته الكويسه في النادي الاهلي، سمير عدلي سافر قبل كده، بس انت برضو بتسفر وفد ليك سواء من شركه الكوره او من الجهاز الاداري للنادي الاهلي او حتى حنان الزين عشان لوائح والتراخيص وتشوف حقوق التسويه والكلام ده. فده مهم جدا النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي بيشتغل فيه. كل التوفيق للنادي الاهلي باعتباره ممثل الكره المصريه، باعتباره الممثل الاوحد للكره المصريه. ممكن طيب بوتافوجو كمنافس شايفه أصعب من باتشوكا؟ بص، في كرة القدم العالمية ما ينفعش تقول كده، بس أنا عايز أتوقف مع بوتافوجو لأسباب كتيرة جدا. اتفضل. أنت بتلاحظ الناس كتيرة بتكلمك على إن المنافسين بتوع النادي الأهلي مش هم المستويات، يعني بوتافوجو ده إحنا أول مرة نسمع عنه. بص يا أستاذ محمد، بوتافوجو هبط لدوري الدرجة الثانية في 2020. من 4 سنين. من 4 سنين. ركز بس في التدرج والمستوى بتاع الفريق، ويبين لك أنت قد إيه رايح لفريق ده إذا صعد. إحنا كل ده بنتكلم على احتمالية إن هو الأقرب للفوز طبقا للمستويات اللي احنا نعرفها. فبوتافوجو في 2020 هبط دوري الدرجه الثانيه. 2021 ثاني سنه على طول خد اللي هو كسب البطوله بتاع الدرجه الثانيه ورجع ثاني للدوري الممتاز. في 22 رجع، 2022 خد مركز 11 في الدوري عنده. بص التدرج، 2023 مركز خامس وتأهل ليبرتادوس بملحق. يعني هو تروح تصفي مع فريق من دوله ثانيه عشان تشوف انك هتصعد ولا مش هتصعد مع بطل الكاس الثاني، انتوا الاثنين بتلعبوا عشان تصعدوا ده في 2023. يعني هو صعد لليبرتادورس اللي هو كسبها، ما كانش صاعد اصلا، ده واخد بماتش خامس ملحق مش بطل، مش بطل ولا حتى من الاربعه الاوائل اللي هم بيصعدوا مباشره. ده بص تدرج. جه في 2024 الدوري البرازيلي وكسب ليبرتادورس. فبص التدرج من 2020 ل 2024 بيوصلك لحد فين. فانت متخيل لو الفريق ده كسب، انت رايح تلاعب فريق في تدرج المستوى. وخد بالك، ما هو اللي يبين لك تدرج المستوى ان بيجيب لعيبه وبيعمل سيستم ونظام اداري. ما هو النجاح جزء منه اكيد السيستم والنظام الاداري. فانت بتلاقي رايح تقابل منظومه كرويه على مستوى الفريق، على مستوى الاداره، على مستوى تكوين مؤسسي، هم بيتدرجوا في المستوى وتعلموا من درس. انت وقعت وقعه صحيح وقعتها قبل كده هم بالنسبه لهم، لكن وقعت في 2020 هم اتعلموا فيها. في 4 سنين دلوقتي هم توب انديه امريكا الجنوبيه، ورايح يلعب كاس القارات، ورايح كاس العالم للانديه، رايح كاس العالم للانديه مسماها الجديد. مظبوط. والناس اللي بتتكلم وبتناقش، حلو الفكره على فكره، انا بيعجبني قوي يا استاذ محمد ان انت توصل لمرحله انك تناقش الاهلي هيلعب كاس العالم للانديه 2029 ولا لا. عارف الكلمه ده معناها ايه؟ يعني دي حته كويسه جدا في عارف الناس من بدري بدري راحت ل 2029. انا بحب الجدال ده على فكره. هي الكوره دي، هو ده الجدال الصحي اللي هو ما فيهوش تعصب. المشكله فيه الاهلي لا مش هيروح، اصل اللوائح ده الصح، ده الكورة، ده النطاق الطبيعي للكورة اللي انت تتكلم فيه. يروح ما يروحش بتاع ده شغل الكورة اللي احنا بنتكلم فيه. أكيد. طيب برضو لو أروح معاك لفكرة، هي الناس بتحضر ل 2029 إزاي؟ يعني الناس بقت تتكلم على فكرة التصنيف ممكن يوديك 2029 لو أنت مش بطل. عارف الإعلام بقى وصل لمرحلة إنه بيجد مبررات لأي طرف دايما بيدعي المظلومية، إن يديله لا من دلوقتي عندك 4 سنين جاية، العب كذا، حقق كذا، نقاط كذا، بطولاتك كذا. مش حاجه غريبه شويه؟ حاجة يعني انت شفت حاجه، حد في انجلترا اتكلم مثلا السيتي بيشارك، فين اليونايتد؟ لا ليفربول. فين ليفربول؟ ليفربول كسب في اخر 4 سنين. ما حدش اتكلم في اخر 4 سنين، كسب ووصل فاينل، وصل فاينل دوري الابطال وكسب، كسب نسخه وخسر نسخه. ما حدش جه قال لك مثلا مظلوميه ومش مظلوميه. ما حدش قال لك ان ليفربول احق. على فكره انا هتسال عن وجهه نظري انا الشخصيه، ليفربول احق انه يشارك. فهو طبقا للمعايير اللي حطها الفيفا من 2021. هو هنا بقى النقطه اللي هو ايه؟ احترام المعايير. المعايير. آه. هو هنا كنادي احترامها. على فكره احنا لو عندنا نادي حقق 1/10 من لعيبه ليفربول، كان احنا كنا زماننا دلوقتي مشينا من البلد. في الفتره اللي عدت كنا مشينا. يعني بكلمك جد والله، اللي انت كنت يا عم ده مظلوميه وبتاع وما فيش حاجه. يعني بص انا بقول لك، انا مستغرب يعني في فرنسا مثلا باريس سان جيرمان بيشارك، ما حدش جاب سيره مثلا ليون او مارسيليا. في انجلترا ما حدش جاب سيره اليونايتد وليفربول. تخيل انت مثلا اي نادي في اوروبا ممكن يقول لك ازاي برشلونه مش موجود، ده ريد بول سالزبورج موجود. الناس عادي جدا يا باشا. الوداد والرجاء وهو الصراع التنافسي الرهيب هناك، حتى لما بينتقد وضع ان هو ما شاركش بيبقى انتقاد منطقي وموضوعي. بالظبط. مع ان اللي هناك الليله ما بين الوداد والرجاء وطلع لهم الجيش الملكي مؤخرا، يعني
صراع اقوى من هنا بكتير جدا. ممكن تكون الكوره والتنافسيه ومستوى اللعيبه على مستوى المحل عندهم لان المحترفين بيطلعوا أكيد. اقل من عندك، لكن برغم كده ما تلاقيش الخزعبليات اللي بتحصل عندك اللي احنا وصلتنا النهارده اللي انت شفته في دوري الدرجه الثانيه. طبعا طبعا طبعا. خد بالك اللي انت بتنتقده دلوقتي ده انت شريك فيه، شريك فيه باللي انت بتقدمه على الشاشه، باللي انت بتوصله للناس. قصدك وقعه اللاعب بتاع ماتش المقاولين والمنصوره؟ طبعا. هو انت عايز تحاسب الطرف الاخير في الحبل؟ طب ما تجيب الليله من اولها. احنا في كلام دلوقتي طلع بيقول لك ان المنصوره عرض اللاعب للبيع على فكره، واللاعب كمان اعلن اعتزاله. طيب على فكره الواقعه كلها من اولها لاخرها غلط. بس ده نتاج طبيعي جدا لفتره كبيره جدا من الطبيعي الاعلام اللي انت مش الاعلام، من الشكل الرياضي كله، مش الاعلام بس، من منظومه الرياضه كلها. انت وصلت المرحله من 2018 و2017 لحد المرحله دي انك وصلت نفسك تاخد حقك بالبلطجه.